تحت رعاية سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة ورئيس جامعة الشارقة، انطلقت صباح اليوم في الجامعة بطولة كأس آسيا الأولى للجامعات للقوة البدنية، وتأتي بالتعاون مع اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، وتستمر حتى 21 من الشهر الجاري. أعلام 11 دولة ترفرف على مدخل المجمع الرياضي بكليات البنين في جامعة الشارقة، وهي أعلام دول تشارك في بطولة كأس آسيا الأولى للجامعات للقوة البدنية، يمثلها 48 جامعة محلية وعربية وعالمية، حيث يتنافس طلبتها على ميداليات البطولة المختلف الأوزان. وجاء اختيار جامعة الشارقة لتنظيم هذا الحدث في دورته الأولى لما تضمه من مرافق رياضية تناسب وتواكب هذه الأحداث العالمية. إنه فخر لنا أن تقام البطولة هنا في جامعة الشارقة، فعند وصولنا تفاجأنا بمستوى الجاهزية مقارنة بالصور التي شاهدتها للمكان قبل شهرين، والمكان بالفعل مجهز بأفضل المعدات وعلى مستوى عال من التنسيق والتنظيم. وأنا أشجع طلبة الجامعة للاستفادة من الوسائل الرياضية المتاحة لهم طوال العام. جامعة الشارقة لها الريادة في الجانب الرياضي. قبل فترة بسيطة قامت جامعة الشارقة بتنظيم بطولة كأس العرب للبادل تنس، وحققت نجاح باهر في تنظيم هذه البطولة. اليوم بفضل الله تبنينا تماشيا مع رؤية واستراتيجية جامعة الشارقة وانطلاقة جامعة الشارقة نحو العالمية، كان لابد حقيقة من التوسع في الجانب الرياضي بحيث نوفر لأبنائنا طلبة الجامعة فرص التنافس ليس فقط مع طلبة جامعات دولة الإمارات، وإنما أن يكون هنالك التنافس على قارة آسيا. البطولة الأولى للجامعات تأتي بالتعاون مع اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، بينما يتنافس طلبتها في ثلاث فئات مختلفة برفع الأثقال بوجود حكام ومراقبين دوليين. هذه البطولة الحقيقة تنقسم إلى ثلاث نشاطات، نشاط معني بقوة الرجلين وهو ما يسمى بالسكوات، ونشاط آخر معني بقوة الصدر وهو ما يسمى بالبنج بريس، وأخيرا معني بقوة الظهر وهو يسمى الرفع الميتة أو الديد ليفت. هذه الفعاليات الثلاثة يؤديها اللاعبون تباعا، ويحسب أعلى محاولة أنجز بها من ناحية الوزن وتكون سليمة من قبل الحكم. هذا وتعقد منافسات البطولة على مدار 5 أيام، فيما تشهد فعاليات اليوم الأخير مشاركة فئة ذوي الإعاقة أبطال الأولمبياد الخاص. إذن تأتي بطولة كأس آسيا الأولى للجامعات للقوة البدنية لتؤكد على أهمية الرياضة وحرص جامعة الشارقة على استضافة أهم الأحداث المحلية والعالمية. لأخبار الدار، الأصبحي، الشارقة.